تخيل أنك وصلت إلى كيبيك وقررت الذهاب لتناول بعض الأطعمة الشهية في محل كنتاكي، ولكنك لست ذاهباً إلى كنتاكي بل PFK. ماذا؟ تبين أن خبراء التسويق يسعون جاهدين لتلائم أسماء المنتوجات وتصميمات التعليب حتى احتياجات مختلف الأسواق الوطنية، وكنتيجة لذلك بعض المنتوجات التي اعتاد الناس رؤيتها في بلد ما قد يبدو شكلها وطعمها حتى مختلفاً تماماً في بلد آخر. شاهد بنفسك. 1. كوكاكولا لايت. قد يرتبك الناس من أوروبا عند رؤيتهم للكوكاكولا لايت في المحلات الأمريكية أو البريطانية. ما قد لا يعرفونه أنه في هذه البلدان تسمى الكوكاكولا ذات السعرات الحرارية المنخفضة كوكاكولا دايت. لماذا؟ الأمر هو أنه في العديد من أنحاء العالم دايت، أي حمية باللغة العربية، لا تعني دائماً أن المنتوج ذو سعرات حرارية منخفضة. لذا لدى كوكاكولا لايت طابع أوروبي بحت. ومن ناحية أخرى تروج شركة كوكاكولا اسماً جديداً لهذا المنتوج. في النهاية يفترض أن تستبدل كوكاكولا لايت بكوكاكولا زيرو. 2. لينور. عندما يغسل الناس من أوروبا واليابان وروسيا ثيابهم يستعملون عادة معطر الملابس الشهير لينور، ولكن مهما حاولت جاهداً العثور على هذا المنتج في الولايات المتحدة لن تجد سوى عبوات زرقاء على الرفوف تسمى داوني. لحسن الحظ داوني هو معطر الملابس نفسه باسم مختلف فقط. 3. أولي. أولي علامة تجارية شهيرة لمستحضرات التجميل تنتجها شركة بروكتر أند جامبل، تعرف أيضاً بأسماء مختلفة: زيت أولي وزيت أولان وزيت أولاز وزيت مولان. اختر أي اسم تشاء. حسناً، ليس ذلك الاسم الأخير، ولكن أعتقد أنه يجدر تسميته زيت الموشيو. عموماً، في سنة 1999 اتخذت الشركة أخيراً قرارها النهائي وحصلت على العلامة التجارية للاسم الذي نستعمله اليوم أولي. ولكن اتضح أن ليست جميع البلدان سعيدة بهذا القرار. لهذا السبب ربما يزال الناس من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا يأتون إلى المتاجر لشراء زيت أولاز أو ببساطة أولاز. 4. كاكاو كريسبيز. يعد هذا الفطور الأمريكي الخيار المفضل لدى الناس من جميع أنحاء العالم، ولكن من المفارقات أن ليس الجميع يتناولون كاكاو كريسبيز. لماذا؟ بسبب الاسم مجدداً. في نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وإيطاليا والمملكة المتحدة وإفريقيا الجنوبية لن تجد سوى صندوقاً من رقائق الحبوب كوكو بوبس للإفطار، ولكن إن كنت في البرتغال وألمانيا وأسبانيا وسويسرا والنمسا ابحث في رفوف السوبر ماركت على شوكو كريسبيز. أما بالنسبة للولايات المتحدة فيعرفون هذا المنتج باسم كاكاو كريسبيز. 5. تايد. إليك منتج آخر لشركة بروكتر أند جامبل، منظف الغسيل تايد. لا يملك اسماً واحداً فقط بل ثلاث أسماء. في أوروبا الوسطى يعرف هذا المنتج باسم فيزير، وفي تركيا ستجد أن اسمه ألو. من المثير للاهتمام لا يقرر خبراء التسويق المحليون الاسم الذي سيكون الأنسب في بلد معين فحسب، بل يحددون أيضاً شكل المنتج حسب نوعية تنظيف التي يفضلها السكان المحليون. لهذا السبب في إندونيسيا والفلبين مثلاً ستجد تايد في شكل صابون. 6. مستر كلين. هل تود معرفة صاحب الرقم القياسي لعدد الأسماء التي يملكها في مختلف الدول؟ إذن رحبوا بمستر كلين. أجل، هذا المنتج مربك فعلاً، فمعظم الدول الكبرى لديها أسماؤها الخاصة لمنتج التنظيف الشهير هذا. من بينهم ستجد مستر كلين في كندا والولايات المتحدة، وميسيو بروبر في فرنسا، ومايستا بروبر في ألمانيا، وماسترو لاندو في إيطاليا، ومستر بروبر في دول أوروبا الشرقية، ومايسترو لامبيو في دول أمريكا اللاتينية. أما بالنسبة لبريطانيا العظمى وأيرلندا فلديهم اسم قصير ومباشر لمنتج التنظيف الشهير هذا فلاش. 7. برجر كينج. في سنة 1954 حصلت إحدى ألمع وأشهر سلسلة مطاعم للوجبات الخفيفة في أمريكا على اسمها التالي برجر كينج، واليوم يمكنك العثور على هذه المطاعم في 18,000 موقع تقريباً. ولكن لسوء الحظ لن تتمكن من زيارة برجر كينج في أستراليا،
فكما تعلم، عندما قرر مالك سلسلة المطاعم فتح فرع في هذا البلد، صدموا عندما وجدوا أن اسم برجر كينج غير متاح هناك. لهذا السبب، لم يكن باليد حيلة سوى إعادة تسمية الفرع الأسترالي بهانغري جاك. 8. فازلين. فازلين العلاج الشهير للبشرة الجافة، يبدو اسمه مختلفاً باللغة الإسبانية والبرتغالية. لهذا السبب، إن كنت تحتاج إلى هذا المنتج مثلاً في البرازيل أو المكسيك، احرص على السؤال عن فازينول. 9. KFC. إن سبق لك أن ذهبت إلى مقاطعة كابيك الكندية التي تتحدث اللغة الفرنسية، لا تضيع وقتك محاولاً العثور على إحدى سلاسل المطاعم للوجبات الخفيفة الأكثر شهرة KFC. فما يسمى KFC في مختلف البلدان ومنها الولايات المتحدة لديه اسم PFK في الكيبيك، ولا عجب في ذلك، ففي النهاية PFK التي ترمز إلى بولي فري كنتاكي هو بالضبط ترجمة كنتاكي الدجاج المقرمش باللغة الفرنسية. 10. أكس. أكس علامة تجارية شهيرة لمنتجات العناية بالبشرة للرجال التي تأسست في فرنسا في عام 1983. بما أن الشركة أرادت التوسع في جميع أنحاء العالم، اكتشف المنتجون أن اسم أكس غير متاح، فقد تبنته العديد من الشركات الأخرى في الدول الكبيرة. وعلاوة على ذلك، بالنسبة للمتحدثين باللغة الإنجليزية، فإن كلمة أكس أي فأس، من الصعب ربطها بمستحضرات التجميل والروائح العاطرة أو ما شابه. وكنتيجة لذلك، غيروا اسم العلامة التجارية في بلدان مثل المملكة المتحدة وأيرلندا واستراليا والصين ونيوزيلندا. إذن، إذا كنت تحتاج إلى مزيل عرق جديد عند زيارتك لهذه الأماكن، فابحث عن العلامة التجارية لانكس عوضاً عن أكس. 11. دوف. دوف علامة تجارية شهيرة للشوكولاتة، يمكنك العثور عليها في أي مكان تقريباً في العالم، ولكن إن كنت في مصر أو الهند أو المملكة المتحدة، ابحث عن شوكولاتة اسمها جالاكسي. لا تقلق، فعلى الرغم من اختلاف الأسماء، لدى هذه الشوكولاتة لذيذة مذاق دوف الشهير نفسه. 12. دانون. قام مؤسس العلامة التجارية الشهيرة للألبان دانون بتسمية الشركة بكنية عائلة ابنه، وهذا بالضبط ما تعرف به العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم، ولكن ليس الأمر هكذا في الولايات المتحدة، ففي رفوف السوبر ماركت هناك ستجد أن هذه المنتجات اللبنية تحمل اسم دانون بهذا الشكل. هل هذا خطأ مطبعي؟ كلا، غيره المديرون التنفيذيون للعلامة التجارية لجعل منتجهم يبدو أمريكياً أكثر. قبل تسميته بهذا الشكل، اعتاد العديد من الزبائن في الولايات المتحدة على نطق دانون ككلمتين، دان ووان. 13. ميلكي واي. اعتاد الناس من أوروبا على استهلاك شوكولاتة ميلكي واي التي غلفت بغلاف أزرق بنجوم صغيرة بيضاء، ولكن إن كنت تود تناول الشوكولاتة نفسها في الولايات المتحدة، ابحث عن واحدة تدعى 3 ماسكيترز. أما بالنسبة لميلكي واي الأمريكية التي غلفت باللون البني، فاستعد لتتذوق طعم شوكولاتة مارس. يا إلهي، هذا مربك فعلاً. 14. ليز. يعلم القليلون فقط أن ليز في وقتنا الحالي قد ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة تحت اسم والكرز منذ أكثر من 70 سنة مضت، ولكن في سنة 1989 بيبسيكو قام صانع رقائق البطاطس ليز التي تتناولها اليوم بشراء والكرز وغير اسمها. ولكن احرز ماذا؟ في بريطانيا العظمى لا يزال الناس يتناولون هذا المنتج تحت اسم والكرز. غيرت رقائق البطاطس الشهيرة تصميم غلافها، ولكن بقى اسمها نفسه. ولكن هذا ليس كل شيء، اتضح أن لايز تملك أسماء أخرى في بلدان مختلفة حول العالم، فمثلاً في استراليا يجب أن تبحث عن سماثز، وفي المكسيك عن سابريتاس. 15. ريكسونا. العلامة التجارية ريكسونا التي تنتج مزيل ومضاد العرق الشهير على الصعيد العالمي ظهرت في استراليا في سنة 1969، ولكن إن حاولت البحث عن هذا المنتج الفعال والمفيد في مختلف الدول حول العالم قد تتفاجأ فعلاً. فمثلاً في الولايات المتحدة وكندا تسمى هذه العلامة التجارية بديجري، وفي جنوب إفريقيا شيلد، وفي المملكة المتحدة وأيرلندا شور، وفي اليابان وكوريا الجنوبية راكسينا. أوه يا إلهي، كيف لي أن أتذكر كل هذه الأسماء؟ 16. كنور.
يعرف معظم الناس كنور، العلامة التجارية الشهيرة للحساء المجفف ومكعبات الدجاج، ولكن قليلون فقط من سمعوا برويكو أو كونتيننتل، أليس كذلك؟ حسناً، هذا ما لم تكن تعيش في إندونيسيا أو أستراليا، ولكن في الحقيقة إنه المنتج نفسه. رويكو هو اسم هذه العلامة التجارية في إندونيسيا، وفي أستراليا استبدلوا اسم كنور بكونتيننتل. 17. بيسيل. هل سبق لك أن سمعت عن المارغرين التي تسمى بيسيل؟ كلا؟ وماذا عن برامز؟ أيبدو لك ذلك مألوفاً؟ إلا أنها في الحقيقة المنتج نفسه، ولكنه بأسماء مختلفة في دولتين فقط، بيسيل في بلجيكا وبرامز في الولايات المتحدة. وإلى جانب ذلك لدى المارغرين اسم آخر في المملكة المتحدة تسمى فلورا. 18. تي جي ماكس. متجر البيع بالتجزئة الأمريكي الشهير تي جي ماكس يتحول بأعجوبة إلى تي كي ماكس بمجرد أن تذهب إلى أوروبا. الأمر هو في سنة 1994 عندما قررت الشركة فتح متجرها الأول في بريستول، اضطروا إلى تعديل الاسم، وإلا سيخلط الزبائن بينه وبين سلسلة المتاجر البريطانية للبيع بالتجزئة الذي فتح حديثاً آنذاك تي جي هيوز. 19. سبرايت. في الصين لن تجد قنينة للشراب الغازي سبرايت حتى وإن حاولت جاهداً، ولكن انتبه إلى الشراب الذي يسمى إكزوابي، إنها الصودا نفسها التي يجن جنون الناس لها. لسوء الحظ الاسم الأصلي لم يكن الأنسب للسوق الصينية، لذا اضطر المنتجون إلى العثور على اسم جديد ونجحوا في ذلك. باللغة الصينية تعني إكسيو الثلج، وبي الأزرق المخضر، لذا أعتقد أن هذا المنتج اسم على مسمى. بالمناسبة لدى كوكا كولا اسم مختلف في الصين أيضاً، كيكو كيلي اسم الشراب في هذا البلد، والذي يعني مذاقاً ممتعاً. هل تعرف أي منتجات أخرى قد يبدو شكلها أو مذاقها أو أسماؤها مختلفة من بلد إلى آخر؟ أخبرني بذلك في قسم التعليقات أدنى. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم اضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع أصدقائك، لكن مهلاً لا تذهب إلى أي مكان بعد، فلدينا أكثر من 2000 مقطع فيديو رائع يمكنك مشاهدتهم هنا. كل ما عليك فعله هو انتقاء الفيديو على اليمين أو اليسار والنقر عليه. مشاهدة طيبة للجميع، ولا تنسوا البقاء على الجانب المشرق من الحياة.